كلهم اولاد كلهم خويا يجيبوا القصار ديال التسلسل. تصبر كيف كلهم خويا يجيبوا القصاري مشاهدين التصبيح قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر الخطير من جنبات او من محيط المحطة الطرقية ولا تزيان. اول ما نبدا المباشر هو غادي نقول بان الحمد لله اللي كاين الامن في هذا البلد. افارقة جنوب من جنوب الصحراء تغاو هنا في المحطة الطرقية. اليوم الصباح توفى واحد الشاب اللي كان ضحيه ديال العنف ديالهم او الاعتداء ديالهم، او ما عاوتاني خالقين فوضى كبيره هنا بجنبات المحطه الطرقيه ولا الزيان. هاد الفوضى اللي خالقين خلات واحد الاستنفار امني كبير هنايا يوقع. هانتوما شوفوا عدد رجال الامن اللي متجندين في هاد الساعه من اجل الحد من جبروت طغيان هاد الافارقه من جنوب الصحراء اللي جاو ضياف وبغاو يوليو هما مالين الطالب. طالبنا عدد من المرات باش يتلقى حل لهاد الافارقه، الى مات حتى لين غادي يبقاو بحال هكا. شوفوا العدد الكبير مدججين باسلحه بيضاء من الحجم الكبير وبهراوات وبعصي وقطع ديال الحديد من اجل مهاجمة اي شخص يبغي يتكلم عنه. شوفوا رجال الامن المغربي كيفاش انهم مستنفرين باش يحدوا من الطغيان ديال هاد الافارقة من جنوب الصحراء، وما عدا ذلك ما كيستعملوش معاهم العنف. كبير ديال رجال الامن اللي كاينين هنايا بجنبات المحطه الطرقيه ولا زين في البلاد. هما الفريق من جنوب الصحراء كيفاش اللي خصنا نديرو معاهم منطقه عازله. ما فهمتش انا كيفاش هاد الناس مازال ما قدروش المسؤولين ديال مدينه الدار البيضاء انهم يلقاو لهم حل. شوف كيفاش جايين باغيين يهاجموا المغاربة حيت هضرو. هادو هما اللي كيكونوا واقفين في الضوء الحمر كيطلبوا منكم تعطيوهم تساعدوهم المغاربة كتساعدوهم باش كيديروا هاد الفوضى.
عارفين بان السلطات المغربيه ما كتعاملش معاهم بعنف. سير اخويا سير فحالك سير خلنا نخدم سير خلنا نخدم يلا هو سير هز داكشي ديالك وسير فحالك سير الله يرضيك سير الله يرضيك سير خلنا نخدمو سير كلهم مدججين بأسلحة بيضاء وبهلاوات كلهم انت شوف هما بداو كيشيروا بالحجر كيف كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام مواجهات بين الافارقه من جنوب الصحراء ما بينهم استنفار امني لرجال الامن هنا بمدينه الطربين انهم كانوا اعتداوا على واحد الشاب مغربي متوفى اليوم كل جهه كتهم الطرف الاخر كتقولوا نتوما اللي تسببتوا في الموت ديالو ودخلوا في نزاع فيما بينهم ومع ذلك رجال الامن ضابطين الاعصاب ديالهم كيستعملوش معاهم العنف كيحاولوا انهم يهدئوهم بطرق انسانيه هذا هو المغرب هذا هو الامن المغربي صارم
واجد ديما كاين ديما حاضر كيعرف كل صغيرة وكبيرة إنما كيتعامل بالإنسانية مع الضيوف ديال المملكة المغربية. لكن هادشي خاصو شي يبقى خاص يتلقى له محل الى متى وصلنا لدرجه انهم بداو يقتلوا المغاربه. المغاربه سكتوا على الخنز ديالهم على البول على الغائط على الاحتلال ديال الملك العمومي على عده اشياء. وصلنا من بعد السرقه وصلنا لاعتراض السبيل وصلنا لاغتصابات وصلنا لعدد من الاشياء. اليوم احنا وصلنا للقتل. شنو باقي كثر؟ شنو باقي كثر؟ شنو باقي هاد الافارقه من جنوب الصحراء غادي يديروا في المغاربه باش غاد عاد الضمير ديال المسؤولين يتحرك ويلقاو لهم حل؟ إذا إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر مشاهدينا الكرام، تضعونا في مباشر آخر بعد قليل، ما تزبطيوش.